لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل ما بدأناه من بيان الخشوع في الصلاة، فقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن الله شرع للعباد من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره، وبين أن من ذلك أو من أعظم ما يظهر فيه خشوع الأبدان الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم هو يفصل في بيان ذلك وبيان معنى الخشوع وكيف يظهر الخشوع في الصلاة، ما الأفعال التي يفعلها الإنسان في الصلاة يظهر فيها الخشوع لله عز وجل. قال: وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك، يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول يا رب يا رب يا رب ثلاثا، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. خداج يعني ناقصة، حديث ضعيف. خداج يعني ناقصة، كما في حديث أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يعني ناقصة. فلفظ خداج هذا ورد في حديث صحيح، لكن هذا الحديث ضعيف. وأما التخشع والتضرع والتمسكن فهذا موجود في الصلاة، لكن نص الحديث وسنده ليس بصحيح، ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي. قال: وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا في تحصيل الخشوع في الصلاة. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فريضة فيحسن وضوءها، هذا هو الشرط الأول، إحسان الوضوء، والوضوء شرط لصحة الصلاة، والتهاون بالوضوء يؤثر على الخشوع في الصلاة. وذكر ابن كثير رحمه الله أن ذلك أيضا حتى لو كان خلف إمام، يعني لو كان المأموم قد تهاون بالوضوء وقصر فيه وهو يصلي خلف إمام، فربما أدى ذلك إلى حصول خلل في الصلاة بسبب تهاونه في الصلاة. واستدل ببعض الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي شيئا في صلاته، فبين للصحابة بعد ذلك أن بعضهم ربما لا يحسن يتوضأ أو لا يحسن الطهور، فهذا ربما يؤثر في صلاة الإمام. لذلك أول شرط حتى تحصل المغفرة بهذا الحديث الواردة في هذا الحديث إحسان الوضوء، ثانيا الخشوع، وهذا باطن الصلاة. يبقى الأول قبلها وهو الوضوء، الثاني فيها وهو الخشوع، باطن الصلاة حضور القلب، التذلل والتمسكن والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ألا ينصرف القلب عن الصلاة متفكرا في الدنيا وشهواتها، وإن هجم عليه شيء من هذه الخواطر ألا يسترسل معه، بل يكف نفسه وقلبه عن الاسترسال مع هذه الخواطر التي تشغله عن صلاته وتضيع عليه جزءا من أجرها، لأن الأجر بحسب الخشوع في الصلاة. يعني إذا
لم يكن خاشعا في صلاته، نعم سقطت عنه الفريضة ولكن قل الأجر بسبب قلة الخشوع. الشرط الثالث قال وركوعها، وهذا المقصود به ظاهر الصلاة أو جسم الصلاة، ليس الركوع فحسب، بل الركوع والسجود والقيام والرفع منه والجلوس للتشهد وغير ذلك. ولكن أشار صلى الله عليه وسلم إلى جسد الصلاة بأحد أجزائه، لأن الشيء يسمى ببعض أجزائه، فيقال مثلا للصلاة مثلا تسبيحة، تسبيح الضحى لأن فيها تسبيح، ويقال لها ركعة لأن فيها ركوع، وتسمى سجدة، أقول مثلا سجدت سجدتين سنة الضحى، أنا لم أسجد سجدتين بل ركعتين، فتسمى الصلاة بسجدة، تسمى ركعة، تسمى تسبيحة ببعض أجزائها. وهنا قال يحسن ركوعها، يعني سائر الأعمال التي فيها، التي هي أركان الصلاة وواجبتها، ظاهر الصلاة يعني. يبقى هذا هو الشرط الثالث. هناك شرط رابع سيأتي، قال إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب. يعني إذا كان الإنسان كذلك في الصلاة أحسن الوضوء والخشوع، وكذلك ظاهر الصلاة. الوضوء تحسنه بأن تتعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتوضأ مثل ما كان يتوضأ، وإحسان الخشوع الذي نتكلم عنه. وأما الركوع ففيه قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهر الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، أن يعرض المسلم صلاته على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنا أصلي مثل صلاتي أم لا. ومن أجمل الكتب في ذلك كتاب الشيخ الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكتاب مهم جدا، يدرس ويقرأ ويكرر، لأن فيه الكثير من الفوائد، وهناك يعني عدة شروح للعلماء عليه أو غيره من أبواب من الكتب الفقهية، أبواب التي تتكلم عن صفة الصلاة. إلا كانت كفارة، كانت هذه الصلاة التي أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة. هذا الشرط الرابع، هذا هو الشرط الرابع، ما لم تؤت كبيرة، يعني أن يجتنب المصلي الكبائر، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهذا اللمم من الصغائر تكفره الصلوات، تكفره الصلوات. ولذلك قال العلماء شرط تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، شرط تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، وهذا اشترط في عدة أحاديث، وذلك الدهر كله. يعني إذا استمر الإنسان على ذلك، حافظ على الصلاة واجتنب الكبائر، فإن الصغائر تكفر عنه. لذلك نقول هذا من الأحاديث المهمة في بيان فضل وقدر الخشوع في الصلاة، فالخشوع في الصلاة سبب من أسباب تكفير الذنوب. قال فمما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة، وهنا سيذكر كيف يظهر الخشوع في الصلاة، ما الأشياء التي يفعلها الإنسان يظهر من خلالها الخشوع. رقم واحد بقى اكتبه كده فوقيها، واحد وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام، وذلك فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وفي لفظ على صدورنا في الصلاة، أن نضع أيماننا على شمائلنا. هذا الحديث يبين سنية هذا الفعل، وضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة. طيب هذا الفعل، طب ما المغزى منه، ما الحكمة، وكيف يكون مرتبطا بالخشوع؟ روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال هو ذل بين يدي عزيز، يعني هذا من الذل والتواضع والمسكنة بين يدي الله، يعني وأنت واقف تقف هكذا تتذلل وتتمسكن لله سبحانه وتعالى.
قال علي بن محمد المصري الواعظ: ما سمعت في العلم بأحسن من هذا. يعني أعجبه قول أحمد في هذه المسألة، وأنه بيّن العلة والحكمة من وضع اليدين إحداهما على الأخرى على الصدر في الصلاة، هذا من الانكسار والتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: وروي عن بشر الحافي رحمه الله وهو أحد العباد الزهاد، وكان في عصر الإمام أحمد، لكنه اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة ولم يعنى كثيرا بالحديث وكف عن التحديث بعد سماعه الكثير منه، فلذلك فاقه الإمام أحمد رحمه الله في الجلالة. أما هو فسلك سبيل الزهاد ونحو ذلك، بخلاف أحمد جمع بين الزهد والورع وبين طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه، ولذلك صار إمام أهل السنة. وهذا فيه تحذير لنا أن نقتصر على جانب ونهمل الجوانب الأخرى. بعض الشباب ربما يعجبه أمر الوعظ والرقائق وكذا، فيعنى بهذا الباب ويهمل جانب التوحيد وجانب الفقه، ويستسهل، لك حلوة الحاجات الرقائق دي والمواعظ والتربية وبتاع، فالواحد لو تخصص في الباب ده ويربي الشباب وبتاع، لا ما ينفعش، لابد أن تضم لها التوحيد وتضم لها الفقه وتتعلم. كما يكون لك درس في هذه، لابد أن يكون لك أيضا دروس في الفقه وفي التوحيد، وتكرار ذلك يجعل لديك دربة في فهم المسائل ومعرفة الخلاف وإجابة الأسئلة بعد ذلك، بخلاف من هجر هذه الأبواب تجد ما يعني كان في عقله وذاكرته وقلبه منها بدأ ينمحي ويندثر شيئا فشيئا، لأنها تحتاج لكثرة تدارس وكثرة مراجعة، لو تركت فإنها تنسى. الأثر الآتي هذا يبين لك خطر التهاون بالعلوم الشرعية. بشر ماذا قال بشر الحافي هذا؟ مع علو كعبه في الزهد طبعا والعبادة ونحو ذلك وثناء الإمام أحمد عليه، لكن في العلم يعني ليس كأحمد أبدا. قال بشر: أشتهي منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة. طب ايه المشكلة؟ ما تعمل. لا، قال لك ليه؟ ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله. يعني عايز يقول أنا خايف أحط يدي على إيه؟ على صدري في الصلاة، ألا أكون كده بمثل، أنا كده بتخشع وقلبي ما فيهوش إيه؟ إيه رأيكم في الكلام؟ كده مش هنعمل بقى زي بعض الناس مثلا، ما تقفل لنا يا عم البتاع ده. بعض الناس لما يقول لك ما تيجي تصلي تقول الله أكبر وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف كده، أنت وجهت وجهك فعلا؟ يقول لك شوف أنا خوفته فقال لا. ليه لا؟ ما إيه وجهت وجه؟ فيوم يقول له اوعى تبدأ صلاتك بكذب. ازاي يا عم؟ يقول لك هتقول وجهت وجهه وانت اصلا وجهك مش هنا، انت وجهك للشهوات، وجهك للدنيا، وجهك للتجاره، وجهك. طب نعمل ايه؟ يقول لك الاستفتاح ده كده هنخاف اللي احنا نقوله، خلاص نلغي بقى، حقيقي نلغي بقى الاستفتاح ده، قول سبحانك اللهم ربنا. طب وانت ما قلت سبحانك اللهم؟ ما انا برضه هوقفك فيها، هل انت فعلا نزهت ربنا صح ولا ده كلام باللسان وقلبك؟ لو فتحت الباب ده بقى هتعمل ايه؟ هتهدم السنة، هتهدم الدين. ها، وده خطر بقى، الانشغال بالايه؟ بالزهد وبالورع والانقطاع للعبادة بدون علم. خلي الانسان الجوانب دي تطغى عنده والشيطان يدخل له منها يوقعه بقى من هنا، يبقى مفكر ان هو كده تمام وده زهد وورع. لا، فانت اجتهد، اما انت تقول وجهت وجهي انت فعلا تكون خاشع. وحتى لو كان الإنسان في أول الصلاة كذلك ثم جاءت الوساوس ثم عاد مرة أخرى وهكذا، الأمر في شد وجذب ونحن نجاهد أنفسنا. فهو لما أنا مش عايز أحط إيد على إيد اللي أنا بقى شكلي خاشع وجوه مش خاشع بقى كده منافق، يبقى كده لا، حط إيد على إيد واخشع، واللي جواك يبقى في على الظاهر كذلك. عشان كده بنقول حتى الأثر هذا، وديت ده ملمح جميل جدا، ذكر بعض العلماء أنه لم يصح عن بشر، لم يصح عن بشر الحافي رحمه الله تعالى،
لكن هذا يعني بتلاقي بعض الصوفية وبعض أهل البدع يبدأ يدخل الآثار ديت وينسبها للأئمة من باب إن هو يهدم بقى الدين ويمنع الناس من العمل بالسنن. وهذا لا يمنع أن فيه يعني بعض أو هناك بعض الأقوال فعلا لبشر رحمه الله وغيره مما يكون على هذا الحال. فهذا كلام متهافت يجل عنه بشر رحمه الله عن القول أو قول مثله ونحوه. وهذا يعني ككلام الفلاسفة والكلام الدجل المخالف للشريعة. قال وروي أو روى محمد بن نصر المروزي رحمه الله، محمد بن نصر اللي هو صاحب كتاب إيه؟ تعظيم قدر الصلاة، اللي هو الكتاب الكبير. روي عن محمد بن نصر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة. وفسره بعض رواته فقبض شماله بيمينه وانحنى هكذا، يعني كأنه يشير إلى أن بقدر تواضع الإنسان وانكساره وتأدبه في القيام بين يدي الله في الصلاة يكون ذلك الموقف منه أيضا يوم القيامة، وسيبين ذلك يعني. وبإسناده عن أبي صالح وبإسناد عن أبي صالح السمان رحمه الله قال يبعث الناس يوم القيامة هكذا ووضع إحدى يديه على الأخرى. قال وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل للحساب. يعني أنت ابن رجب رحمه الله عايز أقول لك لما تقف في الصلاة تحط إيد على إيد كده استحضر القيام بين يدي الله يوم القيامة. من أحسن الوقوف هنا أحسن الوقوف هناك. ليه؟ لأن إحسان الصلاة والخشوع في الصلاة يخفف على العبد موقف يوم القيامة، وكذلك إطالة الصلاة وإطالة القيام والصلاة بالليل هذا يخفف على الإنسان طول الوقوف يوم القيامة. لذلك إخواني حينما نقف في الصلاة وتضع اليد اليمنى على اليسرى الله يراك وأنت واقف هنا في الصلاة وستقف بين يديه يوم القيامة، فهذا يجعل القلب يهتز ويضطرب ويخشع ويذل لله سبحانه وتعالى. كان ذنون رحمه الله يقول في وصف العباد لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده بدأ يقرأ القرآن خطر على قلبه، عايز يقول لك قلت الله أكبر وقفت، تبدأ على طول يخطر بقلبك إيه؟ أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، فقلبه ينخلع يخاف إن هو واقف كده في الدنيا واقف في الصلاة يذكره ذلك الوقوف بالقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتذكر ذلك يجعل القلب يتواضع ويتمسكن لله سبحانه وتعالى ويخشع. فانخلع قلبه وذهل لبه، خرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى. ومن ذلك من إيه؟ من ذلك يعني من إيه؟ من المواطن التي يظهر فيها الخشوع والذل والانكسار في من أفعال الصلاة. الأولية كانت إيه؟ وضع اليدين إحداهما على الأخرى. من ذلك دي رقم اتنين، ها؟ إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره. الإقبال هو إيه؟ إقباله على الله، الإقبال يقصد بإيه؟ ها؟ التوجه والانشغال. يعني أنا أجلس معك أكلمك، فأنا بكلمك ببقى إيه؟ مركز معاه وانتبه لك. ما يعني ينفعش اكلم حضرتك كده وعمال ابص هنا بص، هتقول لي انت ده كده عيب. ما بالك لما يبقى بقى قدام انسان كبير، او بالك قدام ملك من الملوك الكرماء الحكام العادلين المنصفين الذين يحبهم الناس. فانت ان هو اذن ليك اصلا اللي انت تدخل عليه دي كرام، ده إكرام ليك. فلما تدخل عليه بقى تقعد قدامه عمال تضحك وتبص للي حواليه وسايبه هو، ده إيه؟ سوء أدب. طب إذا كان ده بين الناس سوء أدب، فكيف إذا كان بين يدي الله؟ لما ربنا سبحانه وتعالى اختارك أنت من الناس اللي أنت تصلي، وناس كتير قاعدة على القهاوي وناس كتير قاعدة قدام التلفزيون ما بتصليش أصلا،
فان ربنا اختارك وشرفك وجابك بيت من بيوته تقف بقى قدامه وتقعد تلتفت يمين وشمال، ما يليق هذا بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الالتفات ده بقى هتلاقي في ناس بتلتفت بعينيها، في بعض المصلين كده تلاقيه هو بيصلي عمال يبص فوق وتحت ويمين وشمال ويبص حواليه، وبعض الناس بيلتفت بقلبه لو يفكر بقى وينشغل عن الصلاة التي يصلي. ده اللي هيقوله إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره، وهو نوعان، الالتفات نوعين يعني. أحدهما عدم التفات قلبه إلى غيره، إلى غير من هو مناج له، وتفريغ القلب للرب عز وجل. الحتة دي لو أنت بس ركزت فيها وفهمتها كويس وبدأت تطبقها هتغير كتير في صلاتك. تسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلا منكم مناج ربه، يعني أو كما قال يعني الصلاة مناجاة لله سبحانه وتعالى، في نداء وفي مناجاة. النداء يكون للبعيد، صوت بعيد يعني، تعلي صوت عشان هو مش سامعك، فلكن أنت تناجي الله لأنه قريب فلا يحتاج أو لا تحتاج أن ترفع صوتك. إن من تدعون ليس أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، يعني أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني أنت راكب على الجمل أو الحصان، أنت قاعد أهو، رأس الجمل فين؟ قريبة جدا، مفيش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب لك القرب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طب لما يكون الله عز وجل قريبا منك قربا يليق بجلاله وكماله، مقبلا عليك، ينفع أنت بقى يعني تلتفت عنه كيف وأنت تناجيه؟ طب المناجاة دي موجودة فين؟ في أخطر وأهم ركن من أركان الصلاة اللي هو الفاتح. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. أنت ما تقعد تفكر في دي، أنت بتقول الحمد لله رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى يجيبك حمدني عبدي، عبدي اللي هو أنت. طب يبقى ازاي انا ما بقاش موجود؟ ما تقعد تفكر فيها وتنتبه ليها، تخلي القلب كده. فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. في اخر الفاتحه لما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني ايه؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص اللي انت سألته ايه؟ أجبت إليه. فلذلك ينبغي أن نكون أهلا لهذه الإجابة. ولما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، حد عارف الإجابة من ربنا بتبقى ايه؟ لا، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه خطيرة دي، هذا بيني وبين عبدي. طب يا ترى انت بينك وبين ربنا ايه؟ ما تقعد تفكر فيها بقى، اخبار صلاتك بقى بينك وبين ربنا. ما هو انت وقفت وده وقف وده وقف، كلنا واقفين في صف، لكن واحد واقف وقلبه هينخلع من الوقوف بين يدي الله سبحانه، يعني متصب بالعافيه وهو واقف، يعني الموقف شديد عليه، خد بالك، وقلبه يكاد يهتز يعني إجلالا وتوقيرا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. واحد تاني واقف ولا هنا، فكر في ماتش، بيفكر في تجارة، بيفكر في، خدت بالك؟ والناس بتتفاوت، عشان كده الأعطيات بتتفاوت، ده خد عشر الصلاة، ده خد نصها، ده خد تلتها، ده خد تسعها، ده خد تمنها، حسب حضور القلب فيه، خدت بالك؟ فهذا بيني وبين عبدي. أخبار العبادة إيه؟ إحسان العبادة التي هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فنقول الفاتحة حينما تقرأها الله جل جلاله يجيبك. فينبغي على العبد أن يستحضر هذه المعاني حتى يخشع قلبه في صلاته. خلي بالكم من حاجة مهمة، هذه المعاني إنما تأتي بالضربة، يعني التدريب والمداومة وتذكير النفس دوما بها وكثرة القراءة حولها. يعني أنت حضرت مثلا معي درس في الخشوع،
ما تخليش ده الدرس الأول والأخير، لا شوف درس تاني وتالت ورابع. مع تكرار المعاني دي هتبدأ تستقر في القلب، هتلاقيها سلوك وانت بتصلي. تلاقي نفسك وقفت في الصلاة استحضرت الحديث، تلاقي نفسك وقفت في الصلاة الكلام شغال في بالك، تلاقي بدأ السلوك يبدأ يتغير، الوقوف بين يدي الله بدأ يتغير، وهكذا. عشان كده بيقول ايه؟ عدم التفات قلبه إلى غير من هو من، يعني الذي مناج له، وتفريغ القلب للرب عز وجل. والإنسان يبقى عنده نوع من العدل شوي، يعني أنت ما تيجي تحسب ساعات الانشغال بالدنيا قد إيه وساعات الانشغال بالصلاة قد إيه، لا مش ساعات، 5 صلوات كلهم يعملوا إيه؟ مش هيعملوا ساعة ولا نص ساعة. وبقية الساعات اللي احنا مشغولين فيها بالدنيا وبالزوجات وبالأولاد والفلوس شوف كم ساعة. فكمان التلت ساعة ولا ال10 دقايق اللي انت جاي فيها لله، كمان الدنيا بتزحمك، الدنيا داخلة معاك كمان وانت في المسجد وانت في الصلاة. عشان كده كان بعض المشايخ يقول لك لما تخلع الحذاء اخلع مع الدنيا، تدخلش بيها، استحضر المعنى، خلاص انا فصلت خلاص بيني وبين، خلاص التليفون اتقفل وتهيأت للصلاة وتوضيت وجيت بدري وصليت السنة عشان أهيئ قلبي للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومناجاته سبحانه. بعض العلماء نعم يذكر ذلك، لما أمر الله عز وجل موسى بخلع عليه، فبعضهم يأخذ منها إشارة يعني. قال وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضل الوضوء وثوابه ثم قال فإن هو قام فصلى العبد يعني فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله، إلا يحصل بقى الثواب العطية، إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه، يعني تكفر عنه خطاياه وذنوبه. إذن تكفير الصلاة للذنوب بحسب إحسان صاحبها لها، وأنت الحكم، أنت تحكم على نفسك، أنت تحكم على نفسك، لأن الإنسان حينما يكمل أركان الصلاة ظاهرا وباطنا يتكامل سقوط الذنوب من على هذا الإنسان، كما في الحديث إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه، كلما ركع أو سجد تساقطت عنه. العلماء يذكرون أن هذا الركوع وهذا السجود الذي يتمه الإنسان ظاهرا وباطنا يكون سببا في تساقط الذنوب والخطايا، زي حديث برضو إيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيه. طيب هل كل الصوام متساوين في المغفرة؟ لا، لأن هم مش متساوين في الإيمان والاحتساب، في واحد إيمانه أعلى احتسابه وإخلاصه أعلى، واحد نص نص، واحد أقل، خدت بالك؟ واحد بيصوم ويقول للناس انا صايم النهارده خلي بالك يعني، ويقعد يتكلم بقى عنها. يبقى التكفير والحصول المغفره بتتناسب مع قدر الايمان والاحتساب، كذلك هنا تكفير الذنوب بيتناسب مع قدر الخشوع في الصلاه. عشان كده اما بعض الناس يشتكي لك يقول لك انا بصلي وبرضه بعمل ذنوب بعمل معاصي، يبقى المشكله عندك انت في الصلاه بتاعتك، مشكله في القلب عايز يتظبط. النوع الثاني من الالتفات ايه؟ قال عدم الالتفات بالبصر يمينا وشمالا وقصر النظر على موضع السجود. وده ثابت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في صلاته طأطأ رأسه ورمى ببصره الى الارض. طأطأ يعني خفض، يعني لما تقف تصلي ما يقفش كده، مش بصره. ونهينا عن رفع البصر الى السماء في الصلاة، وحذرنا من ذلك لأن البصر ربما يلتمع يعني يخطف ولا يرجع لصاحبه، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك جدا، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه، مش ترجع تاني بصره مش هيرجع. فلذلك لا يرفع بصره إلى السماء، وكذلك من السنة أن يخفض رأسه قليلا ويرمي ببصره إلى الأرض، فذلك أعون له على الخشوع. عشان كده بقول لك ايه، قصر النظر على موضع السجود، يبقى كده في تركيز للايه، للوجهه، لان الانسان وجهته ما تقع عليه عينه، لما يبقى عينه بتشوف هنا شوف هنا تلاقي القلب بدا يتشتت، يفكر في دي فكر هنا فكر هنا، لكن لما يبقى خلاص حاجه واحده بيبقى ده نوع من جمعيه القلب على الله سبحانه وتعالى.
قال قصر النظر على موضع السجود وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته، ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في صلاته، هو في الصلاة عمال يعبث، ياخد بالك في يعدل في الهدوم بتاعته، يفتح الزراير ويقفلها، خد بالك يطلع المنديل ويدخله كده يعني، يشيل الطاقية ويلبسها تاني. في ناس كده بتقف في الصلاة لكنه بيزوق نفسه يعني كده، يعدل هدومه. فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأن خشوع الجوارح تابع لإيه؟ لخشوع القلب. وخرج الطبراني حديث ابن سينان أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة عن يمينه وعن يساره، ثم أنزل الله عليه وقوموا لله قانتين وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة. ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله مرسلا وهو أصح، يعني حديث مرسل أصلا، والمرسل من أنواع الضعيف. لكن الثابت عن ابن مسعود أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة ويتكلمون، يعني في أول الإسلام كان يكلم بعضهم بعضا. لذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي لم يكن يعلم أنهم نهوا عن الكلام في الصلاة، فبينما هو يصلي إذ عطس رجل فقال له يرحمك الله هو في الصلاة، فالصحابة لما سمعوه بيتكلم نظروا إليه عشان إيه يسكتوه، فقال ما لكم تنظرون إليه كمان، يعني بصولي كده ليه؟ فقعدوا يخبطوا على إيه على رجليهم عشان إيه يسكتوه، فقال لكني سكت خلاص ليه سكت وخلاص. فطبعا كله اللي حصل ده ورا النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت تخيل بقى لما يخلص النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده اللي حصل وراه، وقارن بين حاله في التعليم وحال بعضنا لما يجي يعلم اولاده او يعلم واحد جاهل او كده، وشوف الغلظه الموجوده عند انت ازاي تتكلم في الصلاه، ما كنتش ايام ما كنتش تعرف ما انت ايه، وممكن تبقى ايه يعني تمسح بيه الارض زي ما بيقولوا، ما يجيش الجامع تاني. واحد مثلا بيصلي جنبك والتليفون بتاعه رن اغنيه ولا حاجه، تلاقي بعد ما خلص صلاه كل الاخوه يبصوا له كده طب ما انتوا كده احرجتوه، بخلاف ما تاخده انت على جنب تقول له ربنا يبارك فيك والخشوع في الصلاه ومش عارف ايه وكلمتين كده حاجه كده تخليه يقبل النصيحه، خدت بالك؟ أو بقى فضلا عن إن واحد بقى يطلع ويهلل ويزعق، وبني آدمين اللي بيخشوا الصلاة وجايبين لنا تليفونات فيها أغاني وخلي عندكم ذوق أنتوا واقفين وإيه ويشوط كده في الله. فمعاوية بن الحكم قال ما رأيت أحسن معلما أحسن منه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا شتمني، لا أخده كده وبالراحة وقال له هذه الصلاة لا يصح لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم، خلاص تعلم الموضوع واضح. فده دليل على أن كان في الأول فعلا كلام في الصلاة، لكن نزل قوله تعالى وقوموا لله خاشعين فنهوا عن الكلام في الصلاة وقانتين. جزاك الله خير، وقوموا لله قانتين. قال وخرج ابن ماجة من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدميه، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم إلى الصلاة لم يعد بصره موضع جبهته أو جبينه، فتوفي أبو بكر فكان عمر رضي الله عنه يعني خليفة، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره أو بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان يعني أصبح خليفة يعني رضي الله عنه، فكانت الفتنة التي حدثت يعني وقعت بين الصحابة بين الناس فتلفت الناس يمينا وشمالا. حديث ضعيف، نتكلم عن ذلك غدا إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.